يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للفروض الخمسة؟ هذا ورد في الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني للجمعة البيع غير صحيح لأنه منهي عنه. أما في الفروض الخمسة فيصح البيع، البيع يصح، لكن لا يفوت صلاة الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.